رئيس كسته أو سياسيين أما مد أرجع حيسان الطغية أو سكوت يا جنب اللي عقبني جدين وفرق لي واسك علينا واسك دفاعينا وحنا حد يلا ما إد نقولر نقول ذي سنة مجد سومالي أنا ما كان عتكانش ومرح ذا النادي هوها وحلقيها وحتى يعني على الله تكتوه وحيلها قاركود وسكت في السنة لكن سؤالها يراها وجنب اللي نصر جري أنقوا ما هي إنه لكن أصلي كفي عن تاي هذي عيد ويديني سينا ويديش برلمان بيلده هاي كل فلين بيلده هاي مدحوين بيلده هاي كحجيني بيلده هاي إذا ما الجار هاي بيلده هاي مركا سيستم كاس أمبارح راعي لكن قفكي أو مواد له إلى مدحوين أو ترتمي أو صدوين إن أبسطها ما تنتهي جبلان أود عيدك جبلان عيدك جبلان حكم دي هاي إذا ماذا قرنك أما إذا ماذا الدولة قبلتك أبسطن إذا ماذا نتقال كوي وذكالان عيدا جبلان أو كل يستقال قلم جرو كوا قايبت أفرتني سدحات بالك قلو أو قوتدا كوية طبنات قوتدا طبنات بالك شو عيدا كدنا بالك قلو عيدا اسميش الفوس كاللي يرادو أو سيدا قاركا وتوبرن أيان لك قلو يعني إسكاس باجرو ومعنكونا هذا إذا ماذا كل أي سوى ذكاسدان أو إسو قلمدان باجرو هاو شاسنا وهاول دقالك أرجد حسدا قسيو ما هاول أرمى سياسات يقاب يسيستم قاسيو مجران وحاويو حكم ديسي عيدك إن أرجد حسدا دلكين أنكسفين وما صندا وأي هاي وحاجرتا إذان إذا كتمد حكومة دو هجامريو رئيس الوزارة حمزة عبد براء أو أي كم تهاي حتى إذا ماذا كسوغن ديغان هذا جبلان إن دولة فدرالك الصومالية أيسان وحكو بيركرين سيدا إن حتى درجوين كودا لكرديو ومامولكين جبلان ويسور تهاجيو إيه دا سيمحات كاك جواب أيسان وما أتن تهاي رئيس الوزارة ورئيس الوزارة دولة الصومالية ورئيس الوزارة خرنكا قدو إيه نصر جيدي أيد والناس الجيرية أنجا من أيدين إنه من كجواب إنه وحي أيد هو أسوأ سوجيرية أثري كوكبان تاعي. مارك لكن أنجا شغورين كنجا يسستم كنجا كله يلا دجالنا كأرجع جسده يسوقد أبن كنجا أيان هاي السنة. مارك دمشي أو أيضا درجة السين لها دول دولات كجبلان يكدي تي وفنتي. وإن لعدي ولا شغو ديديس كداف انتا سجر ايا دل عادل لو قد بيعيدنكا ايو قد دلك شوماليه اما كوا دنب هنو قدينو اما كوا قوتد هنو قدينو إلا هدنا وحلقا هيا ووحمار كفرا كتلس او عن معنى لعين مركا عندما دل عاد دولدنا ما اقوى لغلات الشدو دول قولات كجبلان ما اقوى لغلات الشدو وعندما مدح برنان تلس كحوق دلك الصومالي دور فوستقو وزارة الجاسان دي قوستقو قفك سركالك والله دل عينا يانا وحسامينا كمالها محانكونا على دول القولات كجبلان هدي كبتان لغد غايو هدي لوح دقلال لغد غايو هدي جانال لغد غايو وحسامينا كمالها وحسامين تود إسكالي تلس كحوق دلك الصومالي إيه وزارة الجاسان دي قايا إسكالي إنه قفك هلا دلعسي يكاس دريكي هلا قادي حول لو طالب ما أنا يو حتوس نوخ سيا وعيدا في جنب اللعنة لكن ما حاكينا يأيد انت ليك إن مسؤول هير قررنا او دي جيديو وحافي عن سؤالها سينا دا سيويتش واي لكن ايد راكي بسعط هو ايدي أنا رئيس الوزارة وحكا شيء ما ورئيس الوزارة الدلك ورئيس الوزارة قرنك ومرح ذا النادي وحلقية وحتى يعني على الله تكتوه وحيالها قاركود وسكف في السنة لكن سؤالها يراها وجب الله نصر جيري أنقوا ما هي إنه لكن أصلي كفي عن تاي هذي عيد ويديني سينا ويديش وما أصنتها وايا هي قراءة قدام بيان بجرنا وحرما أنا أكو يديو حيث أن سياسات لقد أحد دريم يدولة الدحاء إمام الكجبلان ما دام الدولة دولة هذا الدور شوي كسر الجبلان إنك ما أقول سني سياساتها سكرهيسا حاجة أملك وحسامينه حاليا كل هذا هي الدجارة الجبلان وحسامينه كم يلا نش أبنيه شو دي سبعة وهاي لنا
qofkii Jubaland waa dowlad goboleed ka tirsan dowladda federaalka dastuur bay leedahay baarlamaan bay leedahay golo fulin bay leedahay madaxweyne ay leedahay kuxigeenna ay leedahay ciidamo ay gaar ah ay leedahay marka systemkaas unbaa la raacaya laakiin qofkii oo muwaadin la oo yiraahdo madaxweynaha u tartamaya waa soo dhaweynayna ciidan booliis ah la siinaya waa la waardiinayaa hoolka la soo gelinayaa 75-taas waxa uu ka helo nasiibkiis qof anagu aan gooni aan u wadanoon leena hebel weeyo laakiin halka santuuqa halka la dhigahayo oo lagu ridaayo doorashada qofki ka helo aan lagu saalo qofkii aan ka helin oo laga helana waanu ku qancaa anagu wakaa barnaamij extractionka naga wakaa waye wasiir hadii culaysi amni oo siyaasadeysan la soo gudboonaadaan waa maxa waxa idin kaga degan maadaama amniga guud ee Jubaland madax aad ka tihiin si gaar adigu wasaaradda amniga xukuma rais kasta oo siyaasadeed ama mid argagixisay noqday oo isku daya Jubaland amnigeeda inuu farageliyo waa iska celinayna waa iska difaacayna wax dhaxdaya lama cid nagu leer nagu sidaysana ma jirto Soomaaliyana ma kala adkaanayso marka waxaa fiican in liskala shaqeeyo waxa ummada Soomaaliyeed tan u ah oo maslaxadu ah waxaan tan u ahayn cid fanka laga gelin kara ma jirto Soomaaliya waa 4.5 u joojin mayna wax la yiraahdo ma naqaanaanu ma extractionka iyo qaabka dowliga aanu kuma dhisno waxaan soo marnay Cabdi Yuusuf waxaan soo dejinay Sheekh Shariif ayadoon dalka dowlad ka jirin oo baarlamaanka jirin oo golo fulin ka jirin oo shan jeneraal oo cabdi qeyb dib uu nool yahay guddoomiye ka yahay aan ku hayno oo go-aankanagu uu noqday dekedda iyo aeroboorkii madaxtooyadiiya nagala qabsanin si aan dowladda cusub ugu soo dejinno halkaas dowladnimadii aan ka soo bilownay maantay ayadoo shan dowlad goboleed dhisan tahay oo dowladdii ugu weynayd oo Puntland oo hogaaminaysay ay saaxadda ka maqan tahay oo Jubaland ay ka maqan tahay oo Khartoum ka maqan tahay ma uu noqonayna qabiil qabiilna waxba na tari maayo qalada markaan bixinaya waxa weeyo dowladdu waa dowladdanadii madaxweynuhu waa madaxweynahanagii ra-iisul wasaaruhu waa ra-iisul wasaarahanagii golaha wasiiradu waa kuwanagii dadku waa dadkanagii hal qof oo waxa la samaynaya ama ku dhinta ama ku dhaawacmo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu weydiinayaa qofkii mushkulad ka shaqeeyey iyo dadka mas-uuliyiinta Soomaaliya oo ah amnigeedu aad buu fiican yahay ama ha noqoto amniga difaacyada banaanka ama ha noqoto amniga gudaha buu fiican yahay boqolkiiba boqol dhibaatada dadka Soomaaliyeed ku hayaan argagixisada dadka Soomaaliyeed baan la wadaagnaa waana iska difaacayna maxaan ku raacday xaaladdaas marka aad bay u fiican tahay boqolkiiba boqol wax dhib oo hadda aan ku sheego oo ma jiraan taasoo qodob qodobka labaad barnaamijka doorashooyinka iyo systemkana si fiican bay u socdaan shalayto waxaa la soo saaray xildhibaanadii dowlad goboleedka Jubaland waxaa ku xigo barnaamijka guddoonka lagu dooran lahaa kii madaxweynaha ku xigo insha allah waxaana rajaynaynaa in si fiican ay u dhici doonto waa maadsanta sidee baad ugu diyaar garowdeen amniga doorashooyinka Jubaland? Doorashooyinka Jubaland ciidan khaas ah oo booliska ah ayaa gacanta ku hayo iyo ciidanka jiisa ee nabad sugidda wax dhibaato ah oo ka jirana ma jiraan xaaladdeedana way fiicanta waa boqolkiiba boqol waa howlgalladii socday sanadkan sida weyn looga dareemayay Jubaland si gaara dhanka jubbada hoose halkee bay marayaan howlgalladu waa joogto way socdaan ama dhinaca buula xaaji ha noqoto ama dhinaca janay cabdalla ha noqoto ama dhinaca afmadow ha noqoto ama dhinaca maxaan ku dhahdaa gobolka gedo ha noqoto howlgalladaas howlgallo oo maxaan ku dhahdaa lagu naafaynaayo argagixisada khawaarijta ah way jiraan insha allahu doorashada hadday naga dhammaatana waxaan rajaynaynaa in warar cusub aad maqli doonto oo meelo cusub la qaban doono baan aad ugu rajo weynaa waa mahadsanta buula xaaji oo kale in ka badan 70 kilomitir ayay u jirtaa magaalada Kismaayo
ودول فوق أي عيدا كينو جارين سداد مرة كل جدسان هريباد ودواجسان جلهس لكن هذنا بلك الدب وحال أركي يي جواب عن سداد سكوفجان كسمية سداد قلبات كي وقوية إن أي ويرك جسريين إن عاد قالك كل جتاني على الشباب محاكي لي مداس أتنيوك وارك جسوا وعلى نمن دلكنا كلية كانوا دكنا كمت أواي marka way sameyn karaan meelo ay isleeyeen maanta meesha ku dhufo hadana ka tag hadana meel heblo ku dhufo ka tag hadana meel heblo ku dhufo ka tag laakiin meel ay weerareen oo ay ku guuleysteen ma jirto meel kasto waana lagu jibiya waana lagu baxsada marka awood ma laha ayay kaga dhiganta hadalka maya awood ma jirto awood ay leeyeen waa inay dadka qarax ku sameeyaan Hello, sir. My bank, Mr. Car. My bank, Mr. Car. Markasta, email kasta.